شوية ولا ايه؟ مش غريبة يعني. انا موضوع الزمالك بالنسبة لي خلاص منتهي، كان منتهي خلاص يعني. كان في فترة انتقالية مع نادي المصرية للاتصالات، وده من الناس اللي بصراحة كان ناس محترمة جدا، وقضيت معاهم فترة محترمة جدا. كان معانا نجوم كبار في الوقت دوت لو تفتكر، شيتوس والقباني وطارق السيد و الفرقة دي اللي كان فيها كابتن طارق يحيى مدير فني؟ كان طارق يحيى مدير فني في البداية، وبعد كده جه كابتن حلمي طولان وحسام حسن. وحسام حسن صحيح، كملوا المسيرة. كان فرقة جامدة جدا جدا وعملنا نتائج كويسة. وبعد كده لما بطلت المفروض يعني ان انا رحت قابلت كلمت حد هو متواجد دلوقتي، صديق شخصي ومن الناس المحترمه جدا جدا واللي انا بحبهم وبعزهم من قلبي، كابتن سامي قمصان. كان مدرب في الوقت دوت في الناشئين وصديق شخصي هو على المستوى مدرب الشخصي. ناشئين الاهلي، كان في مدرب في الناشئين الاهلي، وقلت له انا عايز بقى ارجع اخد التجربه وكده. والراجل بصراحه كان يعني رحت قابلت الناس انا بصفتي لاعب في النادي الاهلي يعني، وقابلت المدير الفني في الوقت دوت، المدير الفني لقطاع الكوره كان كابتن محمد عامر، وكان كابتن هادي خشبه هو المشرف على الكوره، واتكلمت معاه. ولكن لقيت يعني الموضوع انا كمحمد صديق يعني انا ما استقبلتش الموضوع بترحاب شويه. ليه؟ اخد وقت؟ مش عارف، انا ما ده اللي كنت مستغربه انه اخد وقت. ده اللي انا زعلني بصراحه يعني من خلال البرنامج بتاعك برضو. انا لما كنت بتكلم قبل كده المفروض ان انا يعني بتكلم على كيان النادي الاهلي. لا، النادي الاهلي يعني في مكان تاني يعني. ده اللي كنت زعلني، وطلعت في كذا برنامج وطلعت في كذا النادي الاهلي عمل فيا وسوى فيا ولكن لا طبعا يعني الموضوع كان موضوع اشخاص. تصريحاتك الغاضبه ديت كانت اسبابها